مساء الخيرات والنعيم على كل المتابعين الكرام. في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى النباتات التي تأثرت بشكل كبير في فصل الصيف أو في الارتفاع الشديد بدرجة الحرارة. يعني في الحقيقة النباتات لم تموت يعني بشكل نهائي أو لم أفقدها، لكن تأثرت بنسبة كبيرة جدا بسبب التغير في درجات الحرارة والارتفاع الشديد في الرطوبة. كذلك أعتذر على هذا الانقطاع الكبير، يعني مدة كبيرة لم أقوم بتنزيل فيديوهات لنفس يعني السبب، بسبب الرطوبة العالية والحرارة، لأنه في الحقيقة يعني لا أقوم بالخروج إلى أرض الحديقة إلا يعني للضرورة. في الصباح الباكر أقوم بسقي النباتات أو بمراقبتها أحيانا، لكن على العموم لا أقوم بالخروج إلى أرض الحديقة. إذا عجبتكم الحلقة تابعوني بعد الفاصل. بنبتة الشراع أو نبتة البسليلي أو زنبقة السلام. هذه النبتة كما تلاحظوا تأثرت كثيرا ب يعني درجات الحرارة المرتفعة. لاحظوا الأوراق ديالها والإسوداد الكبير في الأوراق. أول حاجة فقدت الأوراق بكثرة، يعني تقريبا 4 أو 5 أوراق. كذلك الأوراق تصبح سوداء وبالتالي أقوم بنزعها. النبتة يعني منذ اشتريتها تقريبا 2 أو 3 سنوات وما زالت بهذا الحجم الصغير، والأوراق كلها مسودة، يعني لو قمت بقطع الأوراق لن تتبقى أي ورقة. لاحظوا النبتة أظهرت عندي في شهر 6 من هذا العام، لكن لاحظت عليها التأثر الكبير. كذلك الأوراق التي بدأت بالظهور لم تتفتح بعد ولم تفتح أوراقها، يمكن 15 يوما أو 10 أيام والأوراق بهذه الحالة. السبب راجع يمكن ربما للتيارات الهوائية، لأن النبتة هذه موضوعة في غرفة النوم، وأقوم بفتح النافذتين الموجودتين في الغرفة ولاحظت تيارات كثيرة للهواء. أحيانا التيارات تكون باردة، أحيانا ساخنة، على حسب الأجواء يعني المتغيرة باستمرار في درجات الحرارة. أنا هذا هو السبب الذي يعني أقترحه، لأن النبتة أقوم بسقايتها، التربة تبقى دوما رطبة، أقوم بتسميدها كل 15 يوما. يعني السبب الوحيد الذي شككت فيه هو التيارات الهوائية، ومع ذلك الآن نحاول ننقذ النبتة ونحاول ننزعها من التربة ديالها ونقوم بوضعها في الماء. يعني النبتة لو استمرت بهذا الحال يعني لن تبقى أي ورقة، لأنه معظم الأوراق كلها مسودة. نقوم هنا بتنظيف الجذور ونزع التربة جيدا من الجذور، ونراقب الجذور إن كانت يعني متعفنة أو متضررة أو بها حشرات، لأن الحشرات تتموضع في السيقان في الأوراق وكذلك في الجذور. لكن مع الملاحظة الأولية لا بأس، الجذور كما تلاحظوا بيضاء صحية. هناك بعض الجذور المتعفنة في الأعلى، لكن لا بأس، يعني الجذور في حالة صحية وجيدة كما تلاحظوا. نبتة البسليلي يعني النبتة سهلة العناية، يعني مقاومة للأمراض وللحشرات. يعني لا أدري هذا العام لماذا تأثرت بهذا الشكل الكبير. كذلك هي نبتة تحب درجة حرارة معتدلة، لكن احنا الأجواء درجة حرارة عالية، لذلك بعض النباتات دخلت في سبات بسبب هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، كنبتة الأوكزاليس يعني ونبتة الكلاتيا. نباتات دخلت في سبات بشكل كبير جدا. نحاول هنايا نوضع الماء بالقدر الكافي، يعني لا أقوم بغمر الجذور كلية حتى الساق لكي لا يتعفن، ولكن فقط يعني الجزء السفلي من الجذور اللي هي تحتاجها، والجذور يمتصوا الماء
اللي تحتاجوا النبتة، يعني ما نقومش بإغراق الجزء السفلي كليا في الماء، ونقعد نراقب في الماء. إذا نقص حجمه سوف أزيد الكمية، وإذا تغير لون الماء كذلك سوف أقوم بتغيير الماء. الماء يجب أن يكون أبيض مائل إلى نوع ما الإصفرار، لكن إذا استمر الإصفرار بشكل كبير أقوم بتغيير الماء. هنا أقوم بنزع كل الأوراق السوداء لأن المظهر ديالها ومنظرها غير جيد بتاتا. أكيد الأوراق ما رايحاش تستعيد الحيوية ديالها، وأكيد رايحة أقوم بنزع كل الأوراق السوداء، لكن أنتظر حتى ظهور أوراق جديدة للنبتة وأقوم بنزع الأوراق كلها. هذه هي محاولة إنقاذ نبتة الشراع أو السباتيفيليوم. يعني والله النبتة شريتها تقريبا عامين أو 3 سنوات لا أتذكر، لكن النبتة ما زالت صغيرة الحجم ولم تعطيني يعني خلفات جديدة. أكيد أظهرت كل عام تظهر لي النبتة، لكن لم ألاحظ عليها يعني هذا النمو والتطور يعني السريع نوعا ما. نبتة الوافل الأرجواني، هذه النبتة تأثرت يعني ليس بدرجة الحرارة، ولكن هذه النبتة الاهتمام ديالها مثل نبات السجاد، والمشكل ديالها أني لم أقم بسقايتها ودبلت وأصبحت أعواد جافة. يعني في آخر الأمر جيت نرمي النبتة، لكن عطيت لها فرصة وقمت بتقليمها. كما تلاحظوا كان عندي شتلتين، الشتلة الأولى يعني لم تتمكن من إنقاذ نفسها، لكن الشتلة الثانية كما تلاحظوا النبتة في حالة جيدة وبدأت تعطيني نموات جديدة. لذلك ارتأيت أن أقوم يعني بمشاركتكم إياها، لأنه سبق لي أن قدمت فيديوهات سابقة وكانت النبتة يعني في حالة يرتى لها. هذه نبتة الوافل الأرجواني، وعندما تكبر وتصبح نبتة جاهزة سوف أقوم بنقلها إلى أرض الحديقة لأنها تجف بسرعة في الاستس. الآن نبات رجل البط أو نبات سنغونيوم، كما تلاحظوا هذه النبتة كذلك تأثرت كثيرا بدرجات الحرارة، فقدت أوراق كثيرة. هذه النبتة أضعها كذلك في غرفة النوم، لكن الأوراق ديالها أصبحت شاحبة لأن اللون الأصلي ديالها هو لون زهري أو وردي، لكن أصبحت الألوان شاحبة للأوراق، سقطت أوراق كثيرة، أصبح الساق يعني بدون أوراق. كذلك الأوراق تبقى فترة طويلة ملتفة حول نفسها ولا تقوم بتفتيح أوراقها. يعني لاحظت أن النبتة يعني مريضة، يعني لا تملك الاحتياجات اللي تخليها تنمو بشكل أفضل. قررت نزعها من التربة كذلك ونقوم بوضعها في الماء كعملية إنقاذ، لكن النبتة لن أقوم بإدخالها إلى المنزل، ستبقى هنا في أرض الحديقة ريتما ألاحظ عليها يعني التحسن. وإن يعني تحسنت سوف أبقيها في أرض الحديقة إلى غاية فصل الشتاء، ونشوف إن تأثرت بالانخفاض في درجة الحرارة أدخلها، وإن لم تفعل ذلك سأبقيها في أرض الحديقة. نبات السنغونيوم كذلك من أسهل النباتات في العناية، هو أكيد نبات ظليل لا يحتاج إلى الشمس المباشرة، نبتة استوائية كذلك، درجة الحرارة من 15 إلى 30 درجة مئوية، رطوبة معتدلة كذلك. لكن كما تلاحظوا النبتة أكيد لا أقوم بتوفير هذه الظروف لأنها تأثرت بشكل كبير. الآن كما تلاحظوا جذور النبتة، سوف أقوم بغسل الجذور
لكي ألاحظ إن كانت الجذور سوداء أو يعني بيضاء، ونقوم كذلك بوضعها في الماء، لأن الجذور يجب أن تكون صحية. يعني أنا الجذور كلها رأيتها بصحة يعني جيدة، يعني المشكل ليس في التربة وليس كثرة الري، لكن الأجواء أو الظروف هي التي لم تساعد هذه النباتات في مواصلة نموها بشكل طبيعي. هذه هي. والنبتة كذلك، هذه يمكن 2 إلى 3 سنوات والنبتة عندي، وتلاحظوا لا تحتوي على أوراق كثيرة والنبتة ضعيفة في نموها. لذلك نقوم هنايا بوضع النبتة في الماء، وإن شاء الله تتحسن حالتها وتعطيني نموات جديدة. أكيد الماء، لا أقوم بغمر الساق في الماء بشكل كبير لأتجنب التعفن، أبقي فقط كمية قليلة من الماء فقط بحجم الجذور السفلية اللي هي تمتص الماء، وبالتالي ريحت يعني يصل الماء إلى الأوراق والساق عن طريق الجذور. أكيد راح نضيف سماد الأمبيكا المتوازن مخفف بالماء، أضيف بعض قطرات في هذا الماء لكي تستفيد النبتة من المغذيات كذلك. كذلك عندي شتلة صغيرة قمت بنزعها من هذا الإصيص، وقمت بزراعتها في حوض صغير، ونشوف الفرق إن كانت النبتة يعني تحب يعني الماء أو التربة. أكيد أن النباتات التي وضعتها الآن في الماء لن تبقى يعني طيلة حياتها في الماء، ولكن هي مرحلة إنقاذ فقط ومحاولة يعني إعطاء دفعة جديدة لنمو النباتات، ومن بعد ننقلها أكيد إلى تربة دائمة. هذه هي النباتات التي قمت بإنقاذها. الآن عندنا نبتة كذلك ربما الكلانكوي، نوع من أنواع الكلانكوي، هذا موجود هنا في أرض الحديقة. ونبات الكلانكوي كما تعرفوا هو نبتة الآن في الصيف هي يعني في مرحلة سكون، لا تعطيني نموات جديدة ولا أزهار ولا أي شيء، لكن هذه النبتة لاحظت عليها تساقط الأوراق، كل الأوراق ديالو في حالة تساقط، واحترقت بعض الأوراق بسبب الشمس المباشرة، لأنه كان في منطقة ظليلة ولاحظت أنه تساقطت الأوراق، عاود نقلته إلى منطقة فيها شمس احترقت الأوراق، لكن لاحظت بعض النموات الجديدة كما لاحظت فيه، بدأت نموات جديدة للنبت. هنا يا نبتة سينيسيو، نوع من أنواع السينيسيو، لاحظوا الأوراق كلها جفت، النبتة فقدتها بنسبة 99%، بقت فقط سيكان يعني على قيد الحياة، قمت بإنقاذهم أو قمت بإكثارهم أو بوضعهم على سطح التربة، ربما يستعيدوا العافية ديالهم وربما يتجدروا في الماء في التربة، وقمت كذلك بوضع بعض السيقان كذلك في الماء، يعني قمت بالإنقاذ على طريقتين، زرعت سيقان في التربة وقمت بوضع هنا سيقان صغيرة كذلك في الماء، ونلاحظ يعني أي الطريقتين ستنجح معي لنبات السينيسيو. يعني فقدت نوعين من النبات، هذا ذو الأوراق الطويلة والثاني ذو الأوراق عقد اللؤلؤ، ذو الأوراق الدائرية يعني على شكل لؤلؤ، هذاك فقدته بنسبة 100%، فقدت النبتة كلية. هذا بقى لي بعض السيقان، وإن شاء الله ما نفقدش النبتة هذه وترجع لي كما كانت. نبتة الجاستيريا كذلك نبتة جميلة، تصني نموات جديدة، عندي نبيتات كبيرة، لكن الآن فقط يعني تقريبا اليوم جمعة 6 سبتمبر، لاحظت التعفن في هذا السيكل، لأنه تساقطت الأمطار البارحة ليلة الخميس إلى الجمعة بكميات لا بأس بها. في الصباح رأيت هذا التعفن في النبتة، لكن لا أدري، ربما أنا سقيتها من بعد تساقطت الأمطار، يعني السقي الزائد يؤدي إلى التعفن، لكن فقط شتلتين تعفنتا، أراقب الشتلات الأخرى لكن لا بأس.
لم ألاحظ أي تعفنات أخرى سوى في هاتين الشتلتين. هادو نحاول نقوم بإكثارهم، يعني نقوم بنزع الأوراق السفلية وننزع الجزء الأسود المتضرر، يعني نقوم بقطعه حتى أصل إلى المكان الأبيض، وأترك النبتة تجف. من بعد أقوم بزراعتها في تربة جديدة. كما تلاحظوا هذا الجزء السفلي أقوم بقطعه حتى ظهور الجزء الأبيض. هناك شيء أصفر لكن يجب أن ننزعه كلية. للأسف النبتة هذه الشتلة خسرتها، لأنها نشوف مع هذه النبتة نقوم بقطع الجزء الأصفر كذلك. لاحظوا هي الجزء أبيض، هذه الشتلة يعني صلحت لي، ونحطها تجف. من بعد نقوم بزراعتها، لكن الشتلة الموجودة على الجدار يعني لا أستطيع زراعتها لأن الجاستيريا لا تتكاثر بالأوراق. هنا أخيرا وليس أخيرا للمتابعين اللي يحبوا يوصلوا يشاهدوا الفيديو إلى آخر الدقائق، هذه نبتة عرف الديك، أو هذو بعض النباتات التي قمت بإكثارهم بالبذور في فصل الربيع على ما أظن، وسبق لي أن قدمت حلقة عن إكثار هذه النباتات، قمت بزراعتها بالبذور. كما تلاحظوا بدأت بإعطاء نموات، أعطى نبتة كبيرة وبدأت بإعطاء براعم زهرية. هذه النبتة كانت عبارة عن ساق فقط، قمت بقطعه، ذلك يعني ما تلاحظون كيش نقول الشيء الأسود، ذلك الشيء الأسود هو مكان القطع. ثم قمت بقص الساق وتفرع لي عدة تفرعات وبدأت تعطيني أزهار حمراء جديدة. كذلك عندي نبتة الفينكاروزا، قمت بإكثارها كذلك بالبذور، عطتني عدة نموات والنبتة يعني عطتني أزهار، لكن فقدتها، يعني لا أدري ربما بكثرة السقي. كما تلاحظوا السق البني هي النبتة الأم، فقدتها في فصل الصيف، ولكن هذه عطتني نموات جديدة أخرى. نبتة الميريغولد كما تلاحظون، هذه الميريغولد الفرنسية اللي تعطيني الأزهار البرتقالية والصفراء يعني مع بعضها البعض. هذه نبتة كبرت لكن لم تعطيني الأزهار مطلقا، لذلك البذور التي ما زالت من هذا النوع سوف أقوم برميها لأنها بذور تالفة لم تعطيني أي أزهار. كذلك هذه شتلة من شتلات الميريغولد الفرنسية كذلك لم تعطيني أي أزهار. كذلك عندي في هذا الإصيص نبتة ديزي أو الأفريكان ديزي، قمت بزرع عدة بذور وعطتني عدة شتلات. في هذا الحوض يمكن عندي 5 شتلات أو أكثر. في الحقيقة عطتني في فصل الربيع أزهار، خليط من الأزهار البيضاء والبنفسجية، يعني لم أقم بتصوير ولكن يعني الصيص كان جد جميل وعطاني أزهار كثيرة، لكن استطال الآن في فصل الصيف الشتلات استطالت بشكل كبير، لذلك سوف أقوم بتقليمهم في أوقات لاحقة. أخيرا نختتم بأزهار زنبقة المطر أو الزنبق، هي في مرحلة الآن في مرحلة إزهار، وكذلك هذا شكل الأزهار قبل أن تتفتح أو قبل أن تعطيني هذا الجمال الرائع. إلى هنا تنتهي معنا الحلقة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه اللحظات واستمتعتوا معي بهذه الجولة. نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات أخرى بحول الله، لا تنسوا أن تدعموني بالاشتراك، وسلام.